يعني ممكن عمل ننزل عشان الوقت كان بالنسبه لنا ننزل الاحصائيات اللي هي سريعه 28 كره عرضيه في فريق بيلعب 4-2-3-1 بصانع لعب، رقم لا يتناسب مع طريقه اللعب، يعني يلعب دي ما يعملش ده، ما ينفعش العب انا 4-2-3-1 واقعد على كرات عرضيه. طب انا لعبت ليه بالطريقه دي؟ ما كنت لعبت 4-4-2 واحط اثنين راس حربه واقعد العب على كرات العرضيه وخلاص واخلص. فبالتالي انا بشوف واحده من الامور اللي اكيد الجهاز الفني، وشفت طبعا كولر عامل لقطه حلوه قوي، جايب صوره مباراه نادي الزمالك ومصور نفسه وقاعد بيحلل الاداء، فطبعا اكيد كولر هياخد باله. نادي الزمالك بيعتمد على الكرات العرضيه كتير، فيجب قتل وصول الكره لعبد الله، وهو امن عبد الله سعيد ما هيش هيبقى عنده القدره ان هو يجري كتير. في نفس الوقت لو نادي الزمالك راح للاطراف وارسل كرات عرضيه، في وجهه نظر شخصيه هيسهل كتير من ماموريه دفاع النادي الاهلي. يعني ممكن برضو نستقر الاحصائيات اللي هي بتاعت نادي الزمالك في الثلاث مباريات يا كابتن اسلام، بتترجم برضو الكلام اللي كريم بيقوله وبتضيف عليه حاجه، ان هو في الثلاث مباريات وبرضو المستويات مختلفه، مستويات اقل من النادي الاهلي، فهو بيترجم كان وقتها فلسفته اللي هي فكره الاستحواذ، وهتلاقي في الثلاث مباريات ومتفوق في الاستحواذ، حتى منهم مباراتين يعتبر خارج ملعب نادي الزمالك. التسديدات بتاعته هتلاقيها بتتطور كنسبه المحاولات الصحيحه في الثلاث مباريات من 2-14 3-11 ل7-18. دايما نادي الزمالك عشان فلسفه هذا الرجل برضو حته البيلد اب والباسنج والاستحواذ، بيحاول ان هو دايما المحاولات بتاعته تبقى من داخل منطقه الجزاء اكتر مش من خارجها. دقه التمريرات برضو يا كابتن اسلام في الثلاث مباريات فيها تصاعد النسبه بتاعتها، لحد ما وصل في ماتش الداخليه لل 700 تمريره، اكتر من 700 تمريره في المباراه. برضو بيلعبوا على الكرات الطويله زي ما كريم قال، كرات طويله وكرات العرضيه وفكره التجميع. فهو النهارده هو كمدرب قدر يغير في شكل نادي الزمالك اللي كان عليه اخر فتره، وتحديدا لو بنتكلم عن مباراه 4-1 اللي كانت اخر مباراه بالاهلي والزمالك في الدوري. حاليا لا، الزمالك اكثر تماسكا، اكثر انضباطا في الملعب مع الرجل، حتى لو في نقاط ضعف موجوده وبرده ممكن نستعرضها سريعا يا كابتن اسلام بالصور كده، لان برده هو في الاخر دول ثلاث ماتشات، فاحنا في ثلاث ماتشات ما يقدرش يقصف في اداء كتير بالظبط. ف لو هناخد سريعا برضو الصور كده كابتن اسلام، اول حاجه دي بنتكلم على الوقفات، هنا هو عشان بيلعب على البيلد اب وفكره الباسنج. بص هنا كريم، دي كوره اوباما، الراجل بتاع لاعب الاسماعيلي ضغط على الكوره خدها. بص الصوره اللي بعدها، الفريم اللي بعده، هتلاقيه راح هجمه كانت هجمه واعده جدا وهجمه مرتده. وبص تمركزات لعيبه الزمالك، لو لعيبه الاسماعيلي كانوا قدروا يلعبوها صح كان يقدروا ينفذوا رايحين 3-2 في 18 يارده في لحظه، وخطف الكوره وراح على طول الفريم اللي بعده. ده برده من مباراه الاسماعيلي، هت برده بتبين لك ان وقفات الدفاع بتاعت نادي الزمالك بيبقى فيها مشكله في الطريقه اللي هو بيلعب بيها. يعني الفريم اللي بعده على طول هتلاقي برده الوقفات، لا مش دي، دي بص برده يا كابتن اسلام هنا في اتنين لعيبه من الاسماعيلي رايحين، ادي واحد اهو رايح على الطرف في، ولما هياخد الكره هيبقى فاضي، وفي واحد في العمق، وفي واحد جاي من نص الملعب اهو منطلق. فالنهارده الوقفات دي سهل لعيبه الاهلي في الضغط العالي اللي احنا بنعمله في اوقات كتير من المباريات، مع دقه التمريرات والتمريرات الطوليه بتاعتنا، ان احنا نضرب خط دفاع نادي الزمالك. نخش بقى الفريم اللي بعده، ده احنا هنا بنتكلم عن طريقه هجومهم اكتر اللي هي كريم برده كان بيتكلم فيها. بص هو بيقعد بيسحبه، يعني يقعد يعمل الباسنج ويسحب الملعب يميله ويفضي المساحه. هنا كان فتوح بيلعب، بص فضى المساحه اللي عند فتوح دي، عمل له الباس. الفريم اللي بعده هتلاقي فتوح فاضي خالص ولعب كره عرضيه، اتلعبت منها ضربه راس كان لناصر منسي، وبالتالي هي الكرات العرضيه برضو كرات عرضيه. بس قصدي هي الفلسفه كلها ان هو بيجمع اللعب في مكان عشان خاطر الناس اللي في البوكس تقدر ان انت تلعب لهم العرضيه توصل لهم. يعني نكمل الفريم اللي بعده، هيبص يا كابتن اسلام هنا اهو، فتوح خد الكره في ثلاثه في البوكس من نادي الزمالك، هو براحته خالص خد لعب العرضيه اتلعب بالدماغ. نكمل برضو الفريم عشان الوقت ده، هنا دي كوره برده كانت هجمه واعده لنادي الزمالك. بص هو جمع اللعب برده عند ناصر ماهر، نفس الكلام اللي كريم قاله، هتلاقي عبد الله السعيد ورا شويه جمع عشان خاطر هيلعبها في اقصى اليمين لهنا الزناري، ده الباك اليمين متقدم لحد البوكس، عشان هي دي برده من جزء من فلسفه الراجل نفسه في طريقه اللعب استخدام الونجات. هنا ده الجون اللي نادي الزمالك جابه في الداخليه، برده زيزو عمل التمويهه سحب معاه الراجل هناك المهاجم اللي كان موجود برضو واخد المدافع رميه، وعمر جابر هو اللي انطلق من الطرف اتلعبت له كره طوليه وخدها. فهي احنا بنتكلم في ثلاث مباريات برضو عشان الناس تبقى عارفه، احنا بنحاول نستخرج النمط الدفاعي والهجومي في اسلوب لعب جوميز مع نادي الزمالك في ثلاث مباريات
مستويات مختلفه بعيد عن النادي الاهلي. هل ده ممكن الشكل هيطبقه قدام النادي الاهلي؟ مش شرط، ولكن ده اسلوب عام للراجل. النادي الاهلي بقى طريقته اصلا مختلفه، النادي الاهلي هو اللي بيستحوذ وهو اللي بيضغط، فهنا الامور مختلفه. هل احنا هنسيب له الكوره هو هيسيب لنا الكوره؟ هي دي المعركه بقى اللي احنا هنشوفها في يعني قصدي لا يعني حتى لو سبت له الكوره، احنا النادي الاهلي حتى لو بيسيب الكوره للمنافس هو احنا بنقف كويس وعارفين بنسيب الكوره بمزاجنا. فاقصد هنا هو لو لعب على الحته زي كده وقت الاسماعيلي هو بيحاول ان هو يستحوذ عشان يضغط ويعمل تجميعات، فانت تضغطه بهجمه مرتده، دي سلاح عندك موجود. في نفس الوقت لو انت مسكت الكوره بشكل كويس تقدر ان انت تلعب على الباكات بتاعه نادي الزمالك سواء الزناري او فتوح، لان كمان فتوح لسه متاثر شويه بالاصابه اللي كانت عنده. فالنهارده يعني ده ترجمه صغيره كده كابتن اسلام لنقاط القوه والضعف في نادي الزمالك قبل نهائي الكاس. تشكيل الاهلي انا اعتقد تعرف ليه انا بسال تشكيل الاهلي؟ نعم، لان مفيش حد هيقول تشكيل واحد، كل واحد اكيد طبعا. لا كولر طبعا، لا والقايمه نفسها الحاليه في الاخر هتلاقي كولر عامل حاجه ثالثه. القايمه الحاليه النادي الاهلي تديله الحريه في ثلاث خطط، يعني يقدر عايز يلعب حتى براسين حرب يقدر. انا في وجهه نظري مصطفى شوبير، محمد عبد المنعم، ياسر ابراهيم ورامي وعمر كمان عبد الواحد بوجهه نظري الشخصيه باك رايت وعلي معلول باك ليفت. هروح لخط الوسط هلعب بامام عاشور ومروان عطيه و بيرسي تاو ورضا سليم وحسين الشحات وسام بن علي وسام علي. هحط بيرسي تاو تحت وسام واحط ويشفت مع رضا سليم والشحات، نقعد يعني الشحات طبعا مش هيلعب في قلب الملعب، بس رضا وبيرسي تاو يقدروا يعملوها بشكل مميز جدا 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 جدا. واعتقد في وجهه نظري هنعمل هاي لاين والاستحواذ كامله يبقى مع النادي الاهلي باذن الله. انا التشكيل اللي انا اتوقعه واللي حاسس ان هو الاقرب وفقا للقائمه برضو، يعني في الدفاع شوبير معلول منعم ربيعه. انا اختلافي مع كريم في الحته، حاسس ان هو هيكمل بهاني كباك يمين في المباراه دي. امام عاشور ومروان عطيه في النص ده لا خلاف، بطريقه كوره في 4 3 3 الحته دي هتبقى ما بين كوكا والسوليه، لكن انا اعتقد ان هو هيبتدي بكوكا لو هو جاهز بنسبه 100% ومفيش فيه مشكله هيبتدي بكوكا. بيرسي تاو انا يعني في احساسي ان هو هيبتدي بالشحات مش رضا سليم، رغم ان انا طبيعي ان اتوقع رضا سليم، كان احساسي ان هو هيبتدي بالشحات. الهجوم لو وسام ابو علي زي ما بنقول كده لسه في التدريبات وبتاع، يعني الله اعلم جاهزيته ايه، اعتقد ان الكهرباء يبقى افضل خيار من مودس في المباراه دي كلاعب اساسي، يعني دي من وجهه نظرنا طبعا، واحنا زي ما حضرتك قلت كده مع كولر ما نقدرش نتوقع اي تشكيل يعني مش هتقدر تغمض عليه. وكان كل التوفيق طبعا للنادي الاهلي في هذه المباراه، وطبعا تبقى مباراه تليق باسم القطبين الكبيرين سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك. شكرا جزيلا لك يا كريم. شكرا جزيلا. شكرا كابتن اسلام، توفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.